بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولياء أمور الصف الخامس الابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنحل امتحانات لغة عربية للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول، وهذه النماذج من كتاب سلاح التلميذ، وهي نماذج هامة. هنبدأ إن شاء الله بالنموذج الأول. النموذج الأول، السؤال الأول، الاستماع. من المفترض أن يقرأ الطالب الأسئلة قبل نص الاستماع، يقرأ الأسئلة ثم يستمع إلى النص. السؤال الأول، ضع علامة صح أو خطأ. مر أمام بيت البطل ولد يبدو عليه القلق. 2. كتب ألبرت أنا أمريكي. ب. اختر. علم ألبرت بطل القصة اللغوية الإنجليزية ولا الألمانية ولا الفرنسية ولا الأسبانية؟ نستمع الآن إلى النص. ذات يوم مر أمام بيت ولد في مثل عمري تقريبا يبدو عليه القلق، يتحدث بلغة لا أعرفها، فأشرت إليه بلطف أن اهدأ وانتظر، وأخرجت هاتفي وفتحت موقع الترجمة، وأشرت إليه أن اكتب، فكتب اسمي ألبرت، أنا ألماني، أعيش بالقرب من هنا، لكنني نسيت الطريقة، فساعدته على الوصول لبيته، ومنذ ذلك اليوم صرنا صديقين، أعلمه العربية ويعلمني الألمانية، وأتقن كل منا لغة الآخر. مر أمام بيت البطل ولد يبدو عليه القلق، هذه العبارة صحيحة. 2. كتب ألبرت أنا أمريكي، خطأ، وإنما كتب أنا ألماني. ب. اختر. علم ألبرت بطل القصة اللغة الألمانية. السؤال الثاني، التعبير الكتابي. اقرأ التحليل التالي ثم اكتب سيرة ذاتية. التحليل، الاسم وتاريخ الميلاد. الاسم خالد وتاريخ الميلاد 2012. معلومات عن الأسرة، الأسرة مكونة من 4 أفراد. معلومات عن الدراسة والهواية، الدراسة في الصف الخامس. والمواد المفضلة، الرياضيات، والهواية السباحة. مواقف لا تنسى، حصولها على المركز الأول في بطولة الجمهورية، وحلم يريد تحقيقه، تمثيل مصر في بطولة الجمهورية. نبدأ بالاسم وتاريخ الميلاد ومعلومات عن الأسرة. أنا اسمي خالد، ولدت عام 2012 ميلادية، وأسرتي مكونة من 4 أفراد، أبي يعمل مهندسا وأمي معلمة. معلومات عن الدراسة والهواية وموقف لا ينسى. التحقت بالحضانة ثم المدرسة الابتدائية، وأنا الآن في الصف الخامس الابتدائي، ومن المواد المفضلة لدي مادة الرياضيات، كما أمارس رياضة السباحة وكنت ماهرا فيها. مواقف لا تنسى، وأتذكر يوما لا ينسى عندما حصلت على المركز الأول ببطولة الجمهورية للسباحة. حلم يريد تحقيقه، حلمي أن أصبح بطلا في السباحة وأمثل مصر في بطولة العالم. انتهينا من السؤال الثاني، ننتقل إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث، النص الأدبي. اقرأ الفقرة التالية. دعاني صديق لي يسكن بمحافظة مطروح لزيارته خلال الإجازة الصيفية، ففرحت بدعوته وجهزت نفسي لهذه الزيارة، فقد كنت أود زيارة تلك المدينة الجميلة. استقبلني هو وأهله مرحبين، وقد أعجبني المكان لما فيه من جمال وصفاء، وفي المساء تناولنا المفروكة، وهي طعام يميز أهل مطروح عن سائر المحافظات، وتتكون من لحم الضأن والأرز. استخرج من الفقرة ما يلي. مرادف جميع، مرادف جميع سائر، وهي طعام يميز أهل مطروح عن سائر المحافظات، إذن مرادف جميع سائر. مضاد أكره الوارد في هذه الفقرة أود، فقد كنت أود زيارة تلك المدينة. أود مضاد أكره. باء، ضع علامة صح أو خطأ. رقم 1، زار بطل القصة مطروح خلال الإجازة الصيفية، هذه العبارة صحيحة، زيارته خلال الإجازة الصيفية. 2، تتميز مطروح بالجمال والصفاء، أيضا هذه العبارة صحيحة، وقد أعجبني المكان لما فيه من جمال وصفاء. جيم، أجب. ما الطعام الذي تتميز به مدينة مطروح ومما يتكون؟ الطعام هو المفروكة، ويتكون من لحم الضأن والأرز. انتهينا من السؤال الثالث، ننتقل إلى السؤال الرابع. السؤال الرابع، النص المعلوماتي. اقرأ الفقرة التالية. إذا أردت أن تعرف قيمة شيء فتخيل أنه اختفى. إن اختفت اللغة فلن نتعرف ثقافات العالم،
وستظل الفكر حبيسة في عقل صاحبها لا يستفيد منها الآخرون ولن يتعلم أحد. باختصار سيتوقف التطور والتنمية، وقد منحنا الله لغات مختلفة تنبع عنها خبرات وثقافات متنوعة. هل أدركتم الآن أهمية اللغة وتنوع اللغات؟ اختر المعنى الصحيح للكلمات الملونة من ما بين القوسين: واحد منحنا، وهبنا، ولا أعطانا، ولا ساعدنا، ولا الأول والثاني. طبعا لازم الطالب يقرأ جميع الاختيارات. ممكن يقول معنى منحنا وهبنا، طيب ماشي، في بعد كده أعطانا، ممكن يختار أعطانا، لكن في نهاية الاختيارات الأول والثاني وهو الاختيار الصحيح. فلا بد أن يقرأ الطلاب جميع الاختيارات. 2 تنبع معناها تصدر ولا تتطور ولا تتقدم ولا تختلف. معنى تنبع أي تصدر. باء ضع علامة صح أو خطأ. يتمنى الكاتب أن تختفي اللغات من العالم، هذه العبارة خاطئة. جيم أجب كيف تعرف قيمة الكتاب؟ في الفقرة إذا أردت أن تعرف قيمة شيء فتخيل أنه اختفى، يبقى أتخيل أنه اختفى من العالم وأتخيل نتائج ذلك مثل انتشار الجهل والتأخر. السؤال الخامس النص الشعري، اقرأ الأبيات التالية ثم أجب. ولي وطن أعيش على هواه، ولن أحيا على أرض سواه، بنى التاريخ أهراما ومجدا، وشمس الحب تعلو في سماه، جعلت فداه أفئدة وعمرا، له أبني وأسعى في رضاه. اختر الإجابة الصحيحة. 1 مرادف هواه، ولي وطن أعيش على هواه، هواه أي على حبه. 2 بنى التاريخ أهراما ومجدا، تعبير حقيقي ولا مجازي؟ طبعا تعبير مجازي. هل التاريخ يبني أهرام ومجد؟ طبعا ده تعبير مجازي، حيث شبه الشاعر التاريخ بشخص يبني الأهرام والمجد. باء استخرج من الأبيات كلمات لها نفس نهاية هواه على وزنها سواه، سماه، رضاه. السؤال السادس القواعد النحوية، اقرأ الفقرة ثم أجب. الماء نعمة عظيمة يعيش الإنسان عليه، ولا غناء عنه لكل الكائنات الحية، ويجب أن نحافظ عليه ولا نسرف فيه. استخرج من الفقرة ما يلي. 1 جمعا، جمعا ما حدد ليش جمع مذكر ولا مؤنث ولا جمع تكسير، فهبحث عن أي كلمة جمع. الماء نعمة عظيمة يعيش الإنسان عليه، ولا غناء عنه لكل الكائنات. الجمع الذي وجدته كلمة الكائنات، ونوعه طبعا جمع مؤنث سالم. 2 فاعلا، فاعلا هبحث عن جملة فعلية، والجملة الفعلية تبدأ بفعل، يعني هبحث عن الفعل. الماء نعمة عظيمة يعيش الإنسان، الفعل يعيش، هنسأل الفاعل مين اللي يعيشه؟ الإنسان، الإنسان فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مفرد. باء اختر الإعراب الصحيح مما بين القوسين. 1 كلمة الماء مبتدأ ولا خبر ولا فاعل؟ تعال نبحث عن كلمة الماء. أول كلمة بدأت بها الجملة، إذن هي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة لأنها مفرد. 2 كلمة نعمة فاعل ولا مبتدأ ولا خبر؟ نبحث عن كلمة نعمة وننظر إلى الكلمة التي قبلها، كلمة نعمة وقبلها كلمة المبتدأ، المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهنسأل المبتدأ الماء ماله؟ الإجابة نعمة، نعمة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنها مفرد. جيم أكمل باسم موصول مناسب. الكائنات الحية نقط تعيش على الأرض تحتاج للماء. طبعا الأسماء الموصولة التي والذي واللذان واللتان والذين واللائي. الكائنات الحية التي تعيش على الأرض تحتاج للماء، التي، واستخدمنا التي لأن كلمة الكائنات جمع غير عاقل. الخط العربي اكتب بخط النسخ. اختلافنا سر تميزنا، يكتبها الطالب ولا ينساها لأن سؤال الخط عليه درجة. السؤال الثامن الإملاء، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1 ما أجمل السمر مع الأصدقاء، بدأت الجملة بماء التعجبية وبها فعل التعجب أجمل على وزن أفعل، إذن تنتهي بعلامة التعجب. ما أجمل السمر مع الأصدقاء أسلوب تعجب ينتهي بعلامة التعجب. 2 تسير السيارات
ببطء ولا ببطء ولا ببطء في هذه المنطقة؟ قاعدة الهمزة في آخر الكلمة. ننظر لحركة الحرف الذي قبلها، إذا كان مفتوحا ترسم الهمزة على الألف، وإذا كان مضموما ترسم الهمزة على الواو، وإذا كان مكسورا ترسم الهمزة على الياء، وإذا كان ساكنا ترسم الهمزة على السطر. تسير السيارات ببطء، بطء الطاء ساكنة، إذن الاختيار الصحيح الهمزة على السطر. 3. صاحب الإنسان، المؤمن ولا المؤمن ولا المؤمن؟ كلمة المؤمن الهمزة وسط الكلمة. وقاعدة الهمزة وسط الكلمة، ننظر لحركتها وحركة الحرف الذي قبلها، ثم ترسم الهمزة على أقوى الحركتين، وأقوى الحركات الكسرة، ثم تليها الضمة، ثم تليها الفتحة، ويليها في النهاية السكون. كلمة المؤمن الهمزة ساكنة والحرف الذي قبلها مضموم، اجتمع عند ضم وسكون، من الأقوى؟ طبعا الضم أقوى من السكون، فترسم الهمزة على الواو، المؤمن. انتهينا من النموذج الأول، ننتقل إلى النموذج الثاني. السؤال الأول الاستماع، نقرأ الأسئلة ونستمع للنص، ضع علامة صح أم خطأ أمام العبارة الصحيحة. رقم 1، استسلم الحصان لما حدث له ولم يفكر في طريقة لإنقاذ نفسه. رقم 2، عندما نتعرض للمشكلات علينا أن نفكر جيدا ولا نستسلم لها. باء، اختر، سقط الحصان في نهر ولا بئر ولا بحر ولا حفرة؟ نستمع إلى القصة. سقط حصان عجوز في بئر عميقة لا يوجد بها ماء، فقرر صاحبه أن يردم البئر ليتخلص من الحصان، وبدأ بإلقاء التراب في البئر، وفي كل مرة ينفض الحصان التراب من فوق ظهره ويقف فوقه، وبعد أن امتلأت البئر بالتراب كان الحصان قد وصل إلى سطح البئر ووثب خارجا منها. إذن استسلم الحصان لما حدث، طبعا هذه العبارة خطأ. عندما نتعرض للمشكلات علينا أن نفكر جيدا ولا نستسلم لها، هذه العبارة صحيحة. سقط الحصان في بئر. السؤال الثاني التعبير الكتابي، اقرأ نص مناقشة الفكرة التالية ثم أكمل. في العصر الحديث من الضروري أن يعلم الإنسان نفسه بنفسه، فيعتمد على مصادر متعددة مثل الكتب والمجلات والبرامج الثقافية والمواقع الإلكترونية، وهذا هو التعلم الذاتي. وللتعلم الذاتي العديد من المميزات، منها حرية اختيار مصدر التعلم، وأيضا تحديد الوقت المناسب للتعلم. وعلى الجانب الآخر، فإن للتعلم الذاتي عيوبا، منها سوء اختيار مصدر التعلم وقلة التفاعل مع الآخرين. رقم 1، المقدمة. طبعا احنا عارفين المقدمة تكون في بداية النص. في العصر الحديث من الضروري أن يعلم الإنسان نفسه بنفسه، فيعتمد على مصادر متعددة. 2، من المميزات. المميزات منها حرية اختيار مصدر التعلم، وأيضا تحديد الوقت المناسب للتعلم. رقم 3، من العيوب، سوء اختيار مصدر التعلم وقلة التفاعل مع الآخرين. السؤال الثالث النص الأدبي، اقرأ الفقرة التالية. رسم الجد دائرة وقسمها إلى 4 أجزاء، ثم كتب في كل جزء منها مهارة، ليعلمنا أن لكل إنسان مهارة اصطفاها الله له وميزه بها، وعليه أن يكتشفها ليتكامل مع غيره من البشر. جلست متأرجح الفكر وخشيت أن أكون بلا مهارة، وسيطر علي هذا الشعور، ولكني لم أقنط، وبدأت أتساءل وأجرب حتى اكتشفت مهارتي وبدأت أطورها. استخرج من الفقرة مرادف ما يلي. اختارها، اختارها معناها أن لكل إنسان مهارة اصطفاها الله له، اصطفاها أي اختارها الله له. متردد أي متأرجح. باء، ضع علامة صح أو خطأ. قسم الجد الدائرة التي رسمها إلى 5 أجزاء، خطأ، قسمها إلى 4 أجزاء فقط. 2، خلق الله الناس متشابهين في المهارات ليتكاملوا، أيضا هذه العبارة خطأ، وإنما قسم الجد الدائرة إلى 4 أجزاء ليعلمنا أن لكل إنسان مهارة اصطفاها الله له وميزه بها، إذن المهارات مختلفة. جيم، أجب، كيف اكتشف راوي القصة مهارته؟
عندما سأل وجرب ثم اكتشف مهارته. إذن بالسؤال والتجربة. السؤال الرابع النص المعلوماتي. اقرأ الفقرة التالية. هيلين كيلر فقدت سمعها وبصرها منذ صغرها، ساعدتها مربيتها في تعلم لغة الإشارة لتتواصل مع من حولها، وتفانت في التعلم فدرست طريقة برايل للقراءة، واستطاعت أن تقرأ بأربع لغات غير لغتها المحلية، مما جعلها تكتشف موهبتها في الكتابة، فالتحقت بالجامعة لدراسة آداب اللغة، وألفت 18 كتابا، وقد أصبحت مثالا في الإصرار وتحدي الصعاب. اختر الإجابة الصحيحة. مرادف تفانت، تعلمت ولا عرفت ولا بذلت أقصى جهدها ولا دفعت كل مالها؟ طبعا تفانت، معناها بذلت أقصى جهدها. 2 مضاد المحلية الدولية. باء ضع علامة صح أو خطأ. واجهت هيلين كيلر صعوبات منذ صغرها، هذه العبارة صحيحة. جيم أجب، ما الموهبة التي تميزت بها هيلين كيلر؟ الموهبة هي مهارة الكتابة، مما جعلها تكتشف موهبتها في الكتابة. السؤال الخامس النص الشعري. اقرأ الأبيات التالية ثم أجب. حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبين، عشقناك صدرا رعانا بدفء، وإن طال فينا زمان الحنين، سيبقى عبيرك بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين. اختر الإجابة الصحيحة. مرادف عشقناك، عرفناك ولا نسيناك ولا أحببناك ولا فهمناك؟ طبعا أحببناك. 2 يعبر الشاعر عن دفء الشتاء ولا فضل العلم ولا أهمية المال ولا حب الوطن؟ طبعا حب الوطن. هات من الأبيات تعبيرا مجازيا. حملناك يا مصر بين الحنايا، تعبير مجازي حيث شبه الشاعر مصر بشيء يحمل. السؤال السادس القواعد النحوية. اقرأ الفقرة ثم أجب. ينال المتفوقون رعاية كاملة من الدولة، وتيسر لهم البعثات العلمية خارج البلاد، وتكرم الدولة المتفوقين تقديرا لهم. استخرج من الفقرة مالي جمع تكسير. 2 فاعلا، هنبحث عن جمع تكسير. ينال المتفوقون جمع مذكر سالم، رعاية كاملة من الدولة، وتيسر لهم البعثات العلمية خارج البلاد. جمع تكسير كلمة البلاد. 2 فاعلا، هنبحث عن جملة فعلية عشان نشوف الفاعل. ينال المتفوقون رعاية كاملة، ينال فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، إيه اللي ينال؟ المتفوقون، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. كلمة الدولة في الفقرة تعرب إيه؟ تعال نرجع للفقرة، هنشوف كلمة الدولة ونبص على الكلمة اللي قبليها. قبليها حرف جر، إذن هي اسم مجرور. 2 كلمة المتفوقين في الفقرة تعرب إيه؟ تعال نبحث عن كلمة المتفوقين، هنا المتفوقون ودي كلمة المتفوقين. عشان تعرب الكلمة لازم تبص على الكلمة اللي قبليها. قبليها كلمة الدولة، وقبليها تكرم، تكرم فعل. أول ما تلاقي الفعل كده احنا بدأنا جملة جديدة، وكمان في فصلة، يعني من بداية الفصلة جملة جديدة. تكرم الدولة المتفوقين، تكرم مين اللي تكرمه؟ الدولة. ماذا تكرم الدولة؟ المتفوقين، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. جيم اربط بين الجملتين باسم موصول مناسب. تكرم الدولة المتفوقين الذين اجتهدوا في الدراسة. المتفوقين جمع مذكر، والذين اسم موصول جمع المذكر. السؤال السابع الخط العربي. اكتب بخط النسخ. السؤال مفتاح العلم، يكتبها التلميذ كما هي ولا ينسى سؤال الخط. السؤال الثامن الاملاء، اكتب ما يملى عليك. الاملاء يركز التلميذ على الكلمة التي تنتهي بتاء مفتوحة وتاء مربوطة، ويركز على اللام الشمسية علشان في بعض الطلاب اما تنسى تكتب اللام الشمسية، ويركز على التنوينات. بكده ان شاء الله نكون قد انتهينا من هذا النموذج، وانتظرونا ان شاء الله في باقي المواد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.